مهددهم. والله يا اخوان واحنا اثنيننا مهددين اصلا ورب الكعبة. تمام هسه اي والله انا باربيل وحتى اربيل راح اطلع من عنده غلط ابقى هنا. اي شخص يهددني او هاي ما لي علاقه بيه ابد ابد ما لي علاقه بيه و اوكي انا طلعت من بغداد اصلا ما حد يقدر يسوي لي اي شيء ورب الكعبه ما جاي انام يعني قسم بالقران يمكن انام لي باليوم بالزايد ساعه شنو ساعه والله اليوم انا نايم يعني جد 10 دقائق وقبلها اليوم نايم جد ما نايم حتى عيوني تحرقني ليش ماكو نوم والله جديات نوم ما كاتبين بالتهديد ابن خاص الجهات انا مالي علاقه باي احد من قرايبي مالي علاقه باي واحد يسوي هيك شغلات خايسه هذا ما يمثلني اللي يسوي هيك شغلات اوكي ما يمثلني اي شخص يسوي هيك شغلات ما يمثلني ولا اتشرف بيه اصلا تصير اشياء هي تصير اشياء هوايه صراحه يعني منكم نصعد لايفات وهاي تصير اشياء انا بالنسبه لي انا ما اقدر احكيها وهي ما تقدر تحكي الاشياء اللي تصير هواي شغلات هواية يعني صدق كان لازم اطلع الاربي يم واحد ياخذ حقه بيده ديم واو اخ يا بنت ديم على الكفو مبين دايخ وتريد تصعد قناتك وتحصل فلوس من اليوتيوب جيت يمي صديقي راح اسوي لك شغلات تصعد بيها قناتك لعلى المشاهدات والاشتراكات وتحصل فلوس من اليوتيوب تخبل الشروط كل سهله بس تنزل قسم التعليقات تلقى حساب الانستغرام تجيني هناك تراسلني وبخير الدله راح اشرح لك شلون اسوي لك دعم وشلون ارتب لك قناتك وشلون تحصل ارباح